منذ بداية العام الحالي ونحن عم نسمع كثير من التحذيرات المتعلقة بارتفاع الحرارة غير المسبوق في كافة دول العالم، بالإضافة للتغيرات المناخية، وكمان عم نسمع بتصريحات من قبل المختصين بالأرصاد الجوية أنه نحن انتقلنا من مرحلة الاحتباس الحراري وفتنا بعصر الغليان أكثر من نحن عايشينه. صحيح سوسن، يعني عم نشوف ظواهر طبيعية قاسية وشاذة جدا، يعني ارتفاع بدرجات الحرارة وموجات الحرارة القاسية، بالإضافة إلى وجود فيضانات وتجفاف وانحسار المياه العذبة. طبعا هذا الحكي عم يكون بسوريا وبالعراق تحديدا، بالإضافة لوجود الحرائق، وهذا الشيء اللي شفناه مؤخرا بكل المنطقة، يعني حتى عنا وحتى ببعض الدول القطب الجنوبي كمان الأوروبية. صحيح، يعني هذا كله أكيد له تأثير على المناخ وعلى درجات الحرارة. عم يكون الشتاء قاسي جدا، وعم تيجي الصيف أيضا وموجات الحرارة عم تكون قاسية جدا، حتى صار في سوسن في اختفاء لفصلين مهمين جدا ما عم نشاهدهم كثير، وفصل الخريف أيضا وفصل الربيع. أكيد كل هالأمور رح نحكي عنها أكيد مع ضيفتنا اللي صارت معنا داخل استوديو دامسكو، الأستاذة في قسم الجغرافيا بجامعة دمشق الدكتورة يارا الويش. اهلا وسهلا فيكي ويسعد اوقاتك. يسعد اوقاتكم. يسعد اوقاتك دكتوريا. يعني ذكرنا كثير من المواضيع المتعلقه اليوم بالتغيرات المناخيه، اليوم فعليا شو عم يصير على سطح كوكب الارض؟ واذا فعلا اليوم مصطلح التغيرات المناخيه هو موجود، يا ريت تعرفينا اياه. تمام، هلا التغير المناخي هو معناته تحول مؤثر وطويل الامد بحاله الطقس اللي هي بتشمل الرياح، الامطار، الرطوبة، التهطل بمختلف أشكاله حتى الثلجي منه. طبعاً هاي لحتى نحن نسمي تغير مناخي، يعني إحنا عنا فترة زمنية طويلة تمتد يعني من عقود لحتى مئات أو ملايين السنين لحتى نعطي هذه الفترة اسم التغير المناخي. كتغير مناخي يعني تبدل بأنظمة المناخ على سطح كوكب الأرض، يعني مثل ما عم نشوف نحن حالياً أنظمة مناخية متطرفة أو شاذة ما كنا نحن نشوفها قبل، يعني مثل ما شفنا ظاهرة القبب الحرارية هلأ الجديدة. نحن كمنطقة إذا بدنا نحكي كسوريا وجميع الدول، مش بس سوريا كمناخ متوسطي، نحن كنا نقول يعني مناخ معتدل، كل الدول على البحر المتوسط أصبحت تعاني من نفس ارتفاع درجات الحرارة اللي صارت فوق 40 و45. صحيح. شفناها بإيطاليا، شفناها بتونس، ببلاد الشام، سوريا. هيدا التغير، وشفنا ايضا هلا فيضانات عم تصير بمنطقه شبه الجزيره العربيه. هيدا التغير المناخي هو اذا بدنا نرجع للسبب الاساسي فينا نرجع للثوره الصناعيه، لما بلشت ممارسات الانسان السلبيه تجاه البيئه، اللي هي بلشت بالمصانع، الوسائط النقل اللي عم تطلق شو غازات الدفيئه، هيدي الغازات الدفيئه اللي هي CO2، الميتان، أكاسيد النيتروجين. شو عم تعمل لما عم تطلع على الجو؟ عم تشكل لي طبقة، لما عم تحبس الحرارة الواصلة على سطح الأرض إنها ترجع تطلع. فشو عم بيصير في عندي؟ ارتفاع بدرجات الحرارة واحتباس حراري. هذا شو عم يعمل؟ تغير مناخي، وبالتالي عم نشوف كل هالظواهر المناخية الشاذة. حكيتي دكتورة عن نقطة جدا مهمة، ويمكن بالتحديد هو موضوع النفط الأحفوري هذا الموجود، يلي يمكن هو من أكثر الأسباب أيضا اللي عم يسبب هذا الاحتباس الحراري. اليوم شو مدى تأثيره على المناخ؟ وهل هو تأثير مؤقت أم أنه رح يزداد أكثر وأكثر، ورح يصير فيه تغير ما يتعلق حتى بتأثير على الطبيعة بشكل عام، على النباتات، على محاصيل زراعية يمكن ما عاد رح نشهدها أو نشوفها؟ قد ايه ممكن يكون هذا التأثير هو كبير؟ هذا التأثير اللي نحن عم نحكي عنه للجلوبال وورمينج، الاحتباس الحراري أو التغير المناخي، بلش من عقود. تمام، لما بلش الإنسان بهي الممارسات، نحن البشر بشكل عام عم يعتمدوا على الوقود الأحفوري مثل ما ذكرت حضرتك، اللي هو النفط والغاز والفحم الحجري. هيدي الموارد غير متجددة، هي واحد. اثنين، هي بتسبب لي هاي الملوثات سواء كانت بالجو أو بالبر أو حتى بالبحر. اللي عم بيصير لما نحن ما عم نعتمد على الطاقات النظيفة المتجددة، ليش نحن بكل مثلا اجتماع بمؤتمرات الاي بي سي سي اللي هي مهتمة بالشؤون المناخ دائما عم تدعو اتجهوا للطاقة النظيفة، لأنه هي بتقللي من هذا التلوث اللي راح يصير. نحن مستمرين لما بنحكي نحن عن ظاهرة مناخية، نحن عم نحكي مش بس منطقة واحدة، نحن عم نحكي على سطح كوكب الأرض اللي كله بده يتأثر فيها. فلهيك دائما بيقولوا لازم يكون في عمل مناخي. التأثير حيكون نحن متجهين لارتفاع درجات حرارة، تمام؟ متجهين، هذا يعني انه بده يأثر لي على المحاصيل، يعني بده يأثر على الأمن القومي نحن بنسميه، محاصيل استراتيجية اللي هي مثل اللي احنا بنشوف الذرة، الأرز، القمح، هي عم تتأثر بدرجات الحرارة. بيقولوا الخبراء في حال نحن استمرينا يعني نحن نستخرج الوقود بهذا الشكل،
بحلول عام 2050 80% رح ترتفع اسعار المواد الغذائيه، لانه حتتراجع الانتاج. هذا اللي شفناه، حتى مثلا هلا شفنا بجنوب اسيا بيعتمدوا على زراعه الارز، كمان صار في فيضانات خسروا اطنان يعني من صحيح. الارز، هذا كله بينعكس على الانسان، على الانسان. شفنا هلا بظاهره القبه الحراريه في احصائيات بتقول كل سنه في عندنا حوالي 250 الف شخص بسبب التغير المناخي نفقدهم، اما بسبب المجاعات صار في عندنا حروب مائيه لانه في تجفاف بالمياه، في عندنا المجاعات على الاغذيه صار في عندنا تراجع كانسان. هلا شفنا بلمسات القبه الحراريه بسبب شيء اسمه اجهاد حراري، الكبار بالعمر او حتى الصغار بتاثروا، في عندنا الطفح الجلدي، ممكن سرطانات جلد من الاشعه فوق البنفسجيه العاليه كثير. فهي التاثيرات كلياتها في حال نحن مستمرين ما اتجهنا للطاقه النظيفه مستمره. طيب نحن اليوم قديش فينا نقول هذا الموضوع اللي ذكرتي حضرتك قديش هو مرتبط اليوم بالتصريحات اللي ذكرته كثير من المراجع المتعلقه بالارصاد الجويه بانه نحن انتهينا من عصر الاحتباس الحراري وانتقلنا لعصر الغليان؟ قديش في ترابط؟ هلا كلمة عصر الغليان العالمي اللي هيك انتشرت هي اطلقها امين عام الامم المتحده غوتيريش. هلا هو لما قال عصر الغليان العالمي ليش؟ لان شاف في تطرف حاليا حسب بيانات الارصاد الجويه وكوبرنيكوس اللي هي مهتمه بشؤون المناخ، صار في تطرف، شفنا درجات حراره ما كنا نشهدها بهي المناطق. لكن انا اذا بدي اجي كساينتفك تيرم كمصطلح علمي ما فيني اقول صرنا غليان علمي او غليان عالمي مثل ما ذكر. ليش؟ لانه انا حكيت الفتره لما بدي اقول اني انا انتقلت لفتره مناخيه جديده بدي يكون مر عقود، يعني لما باخذ هيدي درجات الحراره وبسجل كل سنه وقارنها مع العقد الماضي وبشوف انه فعلا فرقت، فبقول انا انتقلت الى عصر اخر. لكن يعني هو يمكن حكى هيدي الكلمه لحتى يعمل اتنشن او ورنينج، انه تنبيه انه نحن دخلنا بمرحله حرجه او بسموها الفوضى المناخيه، لازم ننتبه، فاستخدم لحتى نحن ننبه. لكن يعني نازلنا نحن ب شيء اسمه تغير مناخي، لان هلا عندنا شتاء وعندنا منخفضات وعندنا يعني ما زال لسه في عندنا هيدا التوازن، ممكن نحن ان شاء الله نقدر نخليه. بما انه عم نحكي كنا عن هي التغيرات وقد ايه بتاثر على سلوك البشر وسلوك المناخ بشكل عام وسلوك الحيوانات ايضا، يعني مؤخرا عم تشر فيديوهات كثير لظهور حيتان دلافين بالبحر عندنا طبعا، وهذا الشيء ما كان موجود سابقا. ممكن العالم ما بتعرف انه هو سبب ممكن بتغير المناخ، صار في تغير لبيئه هاي الكائنات. يعني نحن اليوم صرنا عم نشهد بشكل طبيعي وجود حيتان على سواحلنا، او انه هي هذا اكيد له سبب مباشر بموضوع الغذاء، وانه فقد هذا الغذاء باماكن اخرى وصار موجود عندنا مثلا او لكيف. هذا الشيء هلا نحن كحيوانات اذا بنجي لدراستها كيف عم تتاقلم مع التغير المناخي، قسم بيقول لك بيتكيف، قسم ثاني بيعمل هجره تمام ممكن نشهدها، قسم اخر بيموت، الباقي مهدد بالانقراض. عندنا حوالي 250 نوع بحلول عام 2050 مهدده بالانقراض. بالنسبه لهيدي الاسماك هلا المحيطات هي شو بتعمل؟ بتمتص غاز السي او 2. شو بصير في عندنا زياده بتحمض المياه؟ شو بصير بالكائنات؟ نفوق عدد كبير من الاسماك. صحيح. طبعا شهدنا هذا الشيء كمان بالنهر بالعراق. صحيح. شفنا نفوق اعداد هائله يعني انعرضت كاسماك، هذا بسبب زياده التحمض. كمان ممارسات الانسان السلبيه، الاكياس البلاستيك لما نحن عم نكبها بالبحر، في 8 انواع من السلاحف البحريه بالبحر المتوسط انقرضت. ليش؟ بسبب الاكياس البلاستيك، ما عم تميز ما بين الطحالب وما بين يعني ما عندها قدره تميز هي ما بين الملوثات الكائنات اللي موجوده، فهذا بسبب النفوق او هذا بسبب الهجره. طبعا هي بتختلف، وبيقولوا في دراسات يعني حددت قوائم، بعد مثلا عندنا النمر السيبيري، عندنا نوع من الخفافيش هي ممكن تتاقلم، في انواع اخرى لا مهدده بالانقراض، واكثرها هي الحشرات الفراشات، انواع من القوارض تتواجد على يعني السواحل. يمكن هي الماده صعبه التحلل، يعني نحن عم نحكي بتحتاج لسنوات عديده جدا. طبعا البلاستيك يعني يحتاج لملايين السنين بيقولوا بالبحر لحتى يتحلل. فهيدا الشيء نحن عم نقول قديش ممارسات الانسان السيئه تجاه البيئه قديش عم تسبب لهي الكوارث. ايضا من ناحيه هي الحاله اللي عم نشوفها مؤخرا، كمان شفنا فيديو انه بالمانيا تحديدا يعني نزل ثلوج بأب، يعني هي كانت العالم كله عم تعيش حالة من الارتفاع درجات الحرارة بكل الكوكب إلا مناطق معينة عم تشهد سقوط الثلوج يعني أو الأمطار، حتى عنا بالساحل مؤخرا يعني شفنا سقوط الأمطار بوضع كان يعني بوقت مو يعني شتوية. هيدا هو الأنماط الشاذة اللي احنا عم نحكي عليها، منطقة مثلا كانت لما بترجع لورا لتكون الكرة الأرضية بسبب دوران لأن اختلفت الأحقاب الجيولوجية، منطقة كانت جليدية تحولت إلى صحراء وبالعكس.
هذا هلا نحن اللي عم نرجع نشوفه بسبب الممارسات، اطلاق هالكميات المرعبه من تراكيز الملوثات اللي هو عم يسبب لي هيدي التغيرات، او عم يشكل لي قباب حراريه، مناطق عم يصير فيها لا ضغط مرتفع او ضغط منخفض، عم يصير في عندي ثلوج، فهيدا هو السبب. طيب اليوم احنا ما فينا ننكر انه اليوم البشر كثير ادوا يعني لممارسات غيرت بالمناخ، غيرت بالفصول، غيرت ب يعني موضوع الطبيعه، ايضا موضوع المحاصيل. طيب ايضا اليوم ما فينا نعتبر هذا الشيء واليه دفاع لكوكب الارض، انه يوم في مشكله معينه وهي اليه الدفاع ولا لا؟ تمام. هلا نحن دائما في عنا يعني انا بقول نحن لازم نبلش بالفرد بالتوعيه البيئيه اللي هي بتكون من المنزل ومن المدارس. لازم نحن نوعي هذا الجيل على اهميه البيئه اللي هو عايش فيها. في شيء اسمه التنميه المستدامه، يعني احفظ مش بس حق الاجيال القادمه بانها تستفاد من الثروات اللي موجوده مثل ما انا استفدت. هذا المفهوم نحن بدنا ننميه عند الاطفال، لانه هذا الطفل هو اللي بده يكبر ويهتم بالبيئه. لما بنحكي ننتقل للشيء الحكومي اللي هي عمليات التشجير الصناعي، شفنا هلا حرائق الغابات، فلازم نحن نتجه لشيء اسمه التحريج الصناعي، اللي نحن نزرع مكان الغابات او نحط البذور. الغابات مثلا اذا بخصص حكي عندها قدره هائله على ارجاع تعمل بالانس، ترجع تعمل توازن بيئي بمجرد سقوط الامطار، مجرد نحن ما زرعنا. بدنا سياسات حكوميه تكون رادعه، بدنا حمايه للغابات. يعني اي حدا ممكن احيانا عم تكون بسبب الانسان، احيانا بيكون في عمليه الاحتطاب اللي احنا حتى نستفاد منها بالتدفئه. ننتقل للعمل الحكومي دائما، هذا اللي يعني لازم تضاف جميع الدول، كل الدول عم تسهم باطلاق، خاصه الدول المصنعه يعني بشكل كبير. لهيك عملوا كثير اتفاقيات، كان في عندنا اتفاقيه كيوتو اللي هي بتلزم انه نحن بحلول بنحدد فتره، بحلول عام 2030 لازم نكون خفضنا مثلا السي او 2 لل 30%. هيك نحن عم يعني، وفي يعني من عندنا وفي بقيه الدول عم نشوف بلشنا نتجه نحو استخدام الطاقات. دكتوره، ممكن يكون هذا الموضوع له اثر بطريقه مباشره او غير مباشره على النشاط الزلزالي اللي شدناه مؤخرا، يعني من ناحيه انه هذا التغير المناخي حتى يتعلق بباطن الارض بتفريغ الطاقه، الامور هي ممكن يكون لها صله ولا لا؟ لانه حوادث لم نشهدها من الاف السنين بمنطقتنا، يعني عم نشوفها هلا، فما بعرف قد ايه ممكن يكون له صله ايضا بتغير كل شيء. هلا لما عم نحكي عن هلا المشكله بمشكله الزلازل، انه نحن ما كثير يعني كان عندنا هيدي الثقافه تبع انه نحن الاحقاب الجيولوجيه والصفائح هي الموجوده. الصفائح اللي هي نحن الكره، اذا بنحكي عن الزلازل كتغير مناخي ما لها سبب، الكره الارضيه كانت كتله واحده، تمام؟ بمرور السنين كل 30 عام ترجع القارات وبترجع. هلا نحن شو عم يصير؟ عم ترجع تبعد. يعني نحن يعني كل سنه مثلا اذا بدنا نرجع على الصفيحه اللي عند البحر الاحمر عم تبعد بحدود 1.5 سنتيمتر كل سنه. فهي في حركه، يعني اذا بنحكي نحن عن منطقتنا حركه باتجاه الشمال الشرقي وحركه موجوده الحركه. فنحن دائما بنقول انه الزلازل موجوده خاصه بالمناطق الدول او المناطق اللي واقعه على حدود الصفائح القاريه. هيدي الحدود دائما في حاله حركه، بدنا نتوقع باي لحظه يصير في منطقتنا يعني موجوده على هي. تمام، موجوده. فانه كمناخ ما هي لها علاقه بقى بجيولوجيا والصفائح. ليس له تمام الصفائح، حركه الصفائح القاريه. البعض بيقول انه يعني اوكي خلي يعني المتجمد الجنوبي وكل هالقطب كله يدوب، يعني ما راح ياثر علينا، احنا بعاد جدا على الموضوع. قد ايه له تاثير هذا الفكره، خاصه انه في تقارير بتشير انه في دول ومدن ممكن تتعرض للغرق نهائيا، يعني في حال فينيسيا كنا عم نسمع بانه هي ممكن تغرق بحلول 2050 يمكن. تمام، لا بالعكس، هي لانه لما بنحكي نحن قلت لتغير مناخي هذا بده يصيب الكره الارضيه، كله حينعكس علينا وين ما كنا نحن. لما بده يصير في عندي ذوبان، هلا حوالي من عندك من 1993 2016 280 مليار طن ضاب من القطب الجنوبي، هذا بيرتفع بالبحار بالمحيطات، المدن كثير. يعني هلا في عندك اسكندريه واحده منهم بدها تتعرض للغلق، لندن، نيويورك، في مناطق كثير. ومو بس فيضان، يعني نحن قلنا فيضانات، في عندنا جفاف. يعني نحن شفنا سوريا تتجه نحو الجفاف حاليا، يعني نحن بصيبنا. ولما بصير في عندك جفاف او مثلا غرق مدن، شو راح يصير؟ الناس او الاشخاص الموجودين هجره، ضغط على موارد اخرى بمناطق اخرى. يعني في عندنا ضغط على الموارد الداخلية، تمام، او وحتى من الدول. يعني في مناطق حروب صراعات بسبب شو؟ مياه. تمام، المياه والغذاء او ضغط عليها. طيب اليوم موضوع الجفاف وايضا الفيضانات باماكن اخرى، شو التاثير اليوم على المحاصيل، على الطبيعه، ايضا على الموارد الحيوانيه كمان؟ يعني تمام، هلا المحاصيل مثل ما حكيت هي بتاثر، حتى الرطوبه العاليه اللي صارت بتقلي انه ينتشر البكتيريا
على هي ونخسر المحاصيل. مزارعين مثلا اللي بيزرعوا اللوز بلاد الشام هيدي السنه تفاجئوا بانه هو نضج قبل الوقت اللي له، هي هيك يعني بتخف القيمه الغذائيه. في عنا مثل ما حكيت اذا نحكي على نجي باتجاه الماشيه مثلا، الماشيه لما بتصير في عنا هيدا الرطوبه ما بتاكل كثير، فبشو بيقل الانتاج؟ صحيح الانتاج من هي من يعني هيدي الموارد اللي احنا حتى حكينا على المصائد الثروه السمكيه ايضا بتتاثر بالتحمل. كان في نفوق دكتور لبعض الخراف والماشي بالساحل بسبب موجة الحر الأخيرة، كان في نفوق لعدد منها طبعا عن بعض المزارعين يعني اشتكوا، هاي اللي حكينا انه ما تكيفت انه شدة الحر يعني قتلت الماشي يعني ما عرفوا كيف بدهم يضبطوا الأمور. بما انه حكيتي عن بعض البكتيريا، كمان احد التقارير اشار بانه في بكتيريا موجودة بالقطب المتجمد، طبعا في حال ذوبان هذا القطب هاي البكتيريا موجودة، نحن ما عندنا اي دراسات عنها وابحاثي متجمدة من آلاف السنين، ايضا ممكن يكون في ظهور لأمراض جديدة، فيروسات جديدة، لازمات جديدة تتعلق بالحالات التنفسية أو المرضية. تمام، هي إحدى الدراسات اللي كانت بال 2012 نعم موجود يعني هيك شيء، يعني لساتها تحت التجارب إنه نحن إيه في عنا هيك، حتى يعني غير البكتيريا اللي موجودة بالقطب الجنوبي نحن في عنا أمراض أنا حكيت ممكن تطلع بقى بسبب الموجات الجفاف اللي عم نصيرها، مثلا هلا السالمونيا بتنتشر بشكل كبير بارتفاع درجات الحرارة، ممكن نرجع يعني نشهد هيدا الشيء، فممكن انتشار أوبئة معروفة تغير مناخي أيضا بشكل أوبئة. طيب اليوم التغير المناخي، اليوم كثير من الاشخاص متخوفين بهذا الجانب وعم بيخافوا من فكره انه ممكن نشهد لوقت ما انه خلص نحن ما عاد نشهد فصل من الفصول اللي بيختفي، يعني علما انه احنا ما عم نحس بفصل الربيع وفصل الخريف، كمان اليوم ممكن نعيش صيف طويل او ممكن شتاء طويل، خبرينا هي التفاصيل. هلا بعض الباحثين بهذا المجال بيقول لك انه لا بس نحن في عنا يعني اربع فصول. هلا اللي عم يصير يعني من وجهه نظري نحن بطلنا نحس بهذا التدرج الحراري، يعني كلنا بنعرف انه خريف وربيع ما بقى عم نحس فيهم، ليش؟ لانه يعني عم يكون عندي بالصيف حراره قصوى وبالشتاء فورا عم نحس اجى هذا البرد، فما عاد حسينا بهذا التدرج الحراري. اللي بيكون بدول الخليج مثلا الامارات ما بيشهد يعني ما بيحس ابدا، فورا بيشوف انتقل من الصيف للشتاء وبالعكس ما بنحس بهذا التدرج. بعض الابحاث عم تقول هلا انه نحن في حال استمرينا مثل ما حكيت بهيدا الانتاج من الغازات الملوثه ممكن نحن يصير الصيف طويل، ممكن نشهد اختفاء للشتاء، وهلا في دراسه بتقول باستراليا هي اصلا الشتاء عندها دافئ ممكن نشهد اختفاء للشتاء. طبعا صارت شيء هي الظاهره طبيعيا اي كان، لانه في عنا اسباب الملوثات بتكون احيانا طبيعيه. بال 1815 لما صار انفجار لبركان باندونيسيا، طبعا لما بينفجر بركان بينتج عنه هباء اللي هو من الرماد، حجب اشعه الشمس، شو صار؟ نزلت درجه الحراره بكل العالم 3 درجات مئويه، اجزاء من اوروبا وامريكا ما شهدت صيف من كثر ما انخفضت درجه الحراره. هي عم نحكي عن شو اسباب طبيعيه، ما بالكم اذا نحن هلا اتجهنا للاسباب البشريه بنسرع اكثر بالحاله، عم نسرع اكثر بالحاله ممكن يصير. احيانا بيقولوا في شيء اسمه يعني هلا بنعرف نحن الانقلاب الشتوي ب 21 ديسمبر ممكن يصير في عنا بدايه مناخيه ابكر او اقل، يعني بتسحب 10 15 20 يوم ممكن يتاخر او ممكن يزيد، يعني تعويض فصلي فصل عن الثاني. طيب اليوم كثير من الدول عم تتجه لحتى تحط قوانين بحيث انه المصانع انه تتجه لغازات ممكن تكون آمنة أكثر للبيئة. طيب هذا الموضوع قديش ممكن نحن يطبق تجارب الدول الأخرى اليوم بسوريا؟ هل في يعني إمكانية لهذا الشيء؟ وشو هي الممارسات اللي فعليا احنا لازم نتجه فيها؟ لكن على الاقل نحن هون بمنطقتنا قادرين ان نعمل شيء على الاقل. تمام، هلا حكيت نحن عندنا التوعيه بدها تبلش من المدارس كاطفال، حملات التشجير، حملات اللي نحن هلا شفنا صار في عندنا الاتجاه نحو الطاقه الشمسيه مثلا، او يعني صار في هيك قروض ممكن شوي تسهيلات لحتى نحن نقدر بكي انه نصير نعتمد على الطاقه الشمسيه. في شركات هلا بلشت بحمص عملت الطاقات الريحيه لحتى يتم الاستفاده، يعني اتجهنا بلشنا هيك ولو انه نحن يعني شوي يعني هيك خطوات بطيئه او فينا نقول هيك متواضعه، بلشنا بالاتجاه نحو الطاقه النظيفه، بس لازم نحن يعني يصير في عندنا تكثيف بشيء اسمه حمايه مثلا مناطق سواحل الشواطئ عم نشوف كثير فيها ملوثات، الغابات مثل ما حكينا. هلا في كمان اطلقوا منصه لمراقبه الحرائق الغابات تابعة للهيئه العامه للاستشارة عن بعد، طبعا هي بتعمل خرائط لمدى الحقول فينا نقول الخطوره للحرائق، يعني بلشنا هيك في عنا خطوات نحن ان شاء الله هيك. يعني احنا بدنا نشكرك جزيل الشكر لوجودك معنا طبعا الدكتور يا لويش، وحضرتك استاذه في علم الجغرافيا في جامعه دمشق، شكرا جزيلا لوجودك معنا وللمعلومات القيمه. شكرا لك، شكرا كثير لوجودك معنا دكتوره، شكرا كثير.